بس السلام عليكم بعد السلام عليكم جميعا، إن شاء الله كلكم بخير. الموضوع اللي راح نحكي فيه اليوم هو ارتفاع الضغط أثناء الحمل، مقدمة الإرجاج والإرجاج. دكتور محمود لسه على الخط؟ معك حكيم، مقدمة الارتعاج مقدمة الارتعاج. أو الإرجاج، الإكلامسيا مسميها إرجاج، البري إكلامسيا مسميها مقدمة الارتعاج مقدمة الارتعاج. أو الانسمام، الكتب القديمة بتقول الانسمام. طيب، موضوع شوي واسع، رح نحاول إذا قدرنا نخلصه اليوم نخلصه، إذا ما خلصناه منوقف بالنص ونكمل الأسبوع القادم. في موضوع مرتبط فيه هو الضغط اللي موجود ما قبل الحمل، pre-existing hypertension، يعني إذا واحدة عندها ضغط ما قبل الحمل وحملت، كيف معالجة الضغط أثناء الحمل التطور اللي بيصير فيه exacerbation، يعني لما بصير بتطور، أو إذا إجا فوقه مقدمة ارتعاج أو ضغط حمل، يعني superimposed preeclampsia على pre-existing hypertension. يعني ضغط حمل على أرضية متراكب حكيم، متراكب. طيب، مقدمة ارتعاج متراكبة على ارتفاع التوتر الموجود سابقا أو المزمن. الله يستر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أوكي. نسبة الحدوث بشكل عام عالميا 2 ل 8%، وعندنا هون بأمريكا تقريبا وسطيا 5%. بتختلف طبعا النسبة ما بين الأعراق والأجناس. عندنا هون مثلا أكثر نسبتها ما بين المرضى السود، أقل بالجنسيات الثانية. بتسبب جزء منيح من وفيات الأمهات أثناء الحمل. بأمريكا اللاتينية مسؤولة عن 26% من وفيات المتعلقة بالحمل. بأفريقيا وآسيا 9%، ما بعرف ليش الرقم أقل، يبدو بجوز أن الحدوث أقل هناك، أو أني في أسباب تانية بتسبب الوفاة أكثر. عندنا هون بأمريكا الشمالية وأوروبا تقريبا 16% من نسبة الوفيات. شو هي عوامل الخطورة لتطور مقدمة الارتعاج أو الإرجاج الحملي أو ارتفاع الضغط أثناء الحمل؟ نالي بيريتي، يعني هي أني أول حمل، هو بأول حمل الخطورة أكبر من الحمول المتقدمة. الحمل التوأمي أو الثلاثي أو ما أكثر كمان الخطورة بتكون أكبر. اللي في عندهم ارتفاع ضغط حملي أو مقدمة ارتعاج بحمول سابقة الخطورة عندهم بتزيد. يعني احنا هون تقريبا اذا النسبة 5%، اذا وحده كان عندها مقدمة ارتعاج بحمل سابق، خطورة التطور بالحمل التالي توصل ل 20 ل 25%، يعني 4 ل 5 اضعاف النسبة العادية. الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط قبل الحمل عندهم خطورة اكبر، يصير عندهم كمان ارتفاع ضغط بسبب الحمل او مقدمة ارتعاج او ارجاج. السكري ما قبل الحمل، السكري الحملي، ثرومبوفيليا اللي هو مرض النعور، ما هيك؟ نعم. سيستيميك لوبس، الذئبة الحمامية الجهازي. الجهازية، الوزن الزائد اللي عندهم قبل الحمل، BMI البادي ماس اندكس اكثر من 30، انتي فوسفوليبيد سيندروم، ترجم دكتور محمود، متلازمة تنازل الأضداد المضادة للفوسفوليبيد. اوكي. العمر 35 سنة وما اكثر عمر الأم.
وطبعا كمان العمر الصغير، يعني بنقول الطرفي العمر، العمر الصغير كتير بيحمله والعمر ما فوق 35 سنة. أمراض الكلية بنشوفها شوي أكتر ب الحمول اللي بتصير عن طريق معالجة العقم، يعني الطفل الأنبوب، وأكثر شيء بالدونر إيج، يعني الناس اللي بياخدوا بويضة من شخص آخر. والأوبستركتيف سليب أبنيا هي توقف التنفس أثناء النوم. هلا بالنسبة للأمور التعريفية، ارتفاع الضغط أثناء الحمل أو مقدمة الارتجاج هي عبارة عن ارتفاع في الضغط بعد 20 أسبوع من الحمل مع بيلي بروتينية أو شغلات تانية. هلا بالماضي كان التشخيص بده ارتفاع ضغط مع بيلي بروتينية، هلا الجايد لاينز الجديده صار ما في، يعني البيلي البروتينيه ما هي سبب رئيسي. ممكن نشخص مقدمه ارتعاج بدون بيلي بروتينيه اذا في توفر شغلات ثانيه. هلا بنشوفها، هي وحده من التغييرات بالتشخيص. هلا الضغط 140 على 90 اي واحد منهم فما فوق، وهذا حافظت مقدمة الارتعاج والضغط أثناء الحمل على هذا التعريف، بالرغم من أنه تغير عنا هون تعريف ارتفاع الضغط خارج الحمل. ما بعرف زملائنا أطباء الداخلية والقلبية بسوريا إذا بيعتمدوا التصنيف الجديد أنه هو صار 130 على 80. هلأ أي شيء فوق 130 على 80 صار يعتبر ارتفاع ضغط خارج الحمل، بس أثناء الحمل يعني لحد الآن على الأقل هون، يعني الجمعية الطبية الأمريكية ما غيرت تعريف ارتفاع الضغط أثناء الحمل. هلا طبعا صرنا يعني ننتبه أكثر إذا والله 135 137 على 88 البيس لاين عندهم كان قليل، صرنا ننتبه عليهم أكثر. بعض منا بلش يطلب تحاليل، بس لسه التعريف الأكاديمي ما تغير. هلا طبعا قديما 20-30 سنة كان تغير الضغط كمان يدخل بالتعريف، هذا شالوه من فترة 10-15 سنة، أني والله إذا تغير الضغط الانقباضي أكثر من 20 أو الانبساط أكثر، هذا ما عاد يدخل بالتشخيص. بس حاليا هلا رجع للواجهة نوعا ما بشكل رسمي، بس لأني تعريف الضغط خارج الحمل تغير. فيعني هلا إذا وحدة كان ضغطها بالعادي والله 100 على 60 110 على 60 وفجأة صار 137 على 88، يعني صرنا شوي ننتبه عليه، ما هو أني مطابق للمواصفات التشخيص، بس صرنا ننتبه عليه وممكن يعني نراقبه أكثر أو حتى نطلب تحاليل في بعض الأحيان. خطر لهم كمان يغيروا التعريف، ما بعرف ليش السبب، ما عاد نستعمل هون mild preeclampsia أو preeclampsia يعني البسيطة أو severe preeclampsia، بلشوا يستعملوا preeclampsia without severe feature أو preeclampsia with severe feature، يعني مقدمة ارتعاج مع ملامح شديدة أو مقدمة ارتعاج بدون ملامح شديدة، مع أو بدون. شو هي المواصفات التشخيص لمقدمة الارتعاج؟ مثل ما قلنا الضغط الانقباضي 140 فما فوق، ضغط الانقباضي 90 فما فوق، تقاس 4 ساعات بفاصل 4 ساعات، وبعد 20 أسبوع عند مريضة كان عندها الضغط سابقا طبيعي. إذا الضغط الانقباضي كان 160 فما فوق والانبساط 110 فما فوق،
هذا بيصير اسمه ارتفاع ضغط شديد، يعني واحد من صفات الشدة لارتفاع الضغط. وكمان لازم ينقاس بفترات، يعني اني مو بس قيمة واحدة، لازم يقاس بفترات متقطعة. هلا طبعا هون احيانا ما بنستنى ال4 ساعات، لاني ما بدك تشوف وحده ضغطها والله 180 على 120 تقول اوكي ما راح اعمل شيء، راح استنى 4 ساعات تاني اذا ضل مرتفع هذاك وقت بقول هاي اني شديد وبعالجه. لا، لان هذا الضغط الشديد احيانا يعني بنعيده خلال 1/4 ساعة، واذا والله ضل مرتفع بدنا نضطر نعالجه، يعني ما ينصح اني يستنى 1 4 ساعات حتى يقول اني بدي، لا حتى احدد التشخيص. البيلي البروتيني لا زالت عنصر من عناصر التشخيص، ما هو ضروري 100%، بس لا زال موجود، لازلنا بنطلب تحاليل البيلي البروتيني لإثبات التشخيص. بس لما نسبة التشخيص شدة البيلي البروتيني ما عادت تدخل بتقييم المرض شديد أو غير شديد. يعني من زمان كان 300 ميلي جرام هي البيل البروتيني اللي بتحدد التشخيص، وإذا صارت 5 جرام فما فوق بنقول والله هذا شديد، يعني كان نقول severe preeclampsia أو أني مقدمة ارتعاد شديدة. هلأ قيمة البيل البروتيني ما عاد تحدد شدة المرض، ولا عاد هي استطباب للولادة أو تحديد عمر، يعني العمر الحملي أثناء الولادة، بس لا زالت جزء من التشخيص. البيلي البروتيني ممكن نحددها بعدة أشكال. أضبط واحد هو 300 ميلي جرام بالجمع بول خلال 24 ساعة. طبعاً التعليمات اللي بنعطيها للمريضة أن بتاخد فعلاً هي وعاء، بتبلش نفرض الساعة 8 الصبح أول بول بتكب المريضة، وبعد كل تبول بيكون بنجمع، وتاني يوم بنفس الوقت بتفرغ المريضة أي شيء موجود حتى ولو ما في حاجة للتبول، وبتجيب لنا الوعاء ونحن بنحلله. يفضل يكون أكثر من لتر، يعني لما إذا كان في مثلا تجفاف شديد وأقل من لتر يعني بيكون أحيانا القيمة غير دقيقة. إذا مثلا ما عندنا واحدة جاية على المشاوير الإسعاف وصعب نعمل 24 ساعة جمع للبول، في شيء اسمه بروتين تو كرياتينين ريشيو، إني نسبة البروتين للكرياتينين في عينة بول، ناخذ عينة البول بنبعتها على وهني بشكل كمي بيحددوا قديش فيها بروتين بالمليغرام بالديسيلتر وقديش فيها كرياتينين. إذا هالنسبة 0.3 فما فوق تعتبر إيجابية، إذا 0.3 فما أقل تعتبر سلبية. وإذا ما هو موجود خلاص بنعمل الديبستيك اللي هي يعني تحليل البول عن طريق هي الديبستيك، ما أعرف شو اسمها بالله، وهي 2 زائد فما فوق تعتبر إيجابي. شرائط حكيم، شرائط. شرائط البول. طبعاً هي أقل دقة أحياناً إذا البول ما كان عينته نظيفي، يعني مختلطة بإفرازات المهبل، إذا كان في شوية التهاب بيطلع فيه بروتين، إذا كان في شوية دم بيطلع فيه بروتين، واحدة جايب المخاض معظمهم بيكون عندهم شوية يعني نزوف. بس إذا ما هي، إذا هي الموجودة بس ما بنعتمد عليها، 2 زائد فما فوق. بس بعد إذنك حكيم، هاي حتى هاي تغير التعريفة. هلا بال 2018 كانوا يعتبروا الزائد واحد، الديبستيك ريدينج زائد واحد، هلا صارت بال 2020 صارت زائد 2. نحن هون حاليا لسه عم نعتمد على الزائد واحد، فهلا تغير التعريف، فيا ريت بس تركز لنا على هاي النقطة. الله يجزيك خير. التعريف القديم كان إذا ما أذكر منيح زائد واحد يعاد مرتين، هذا اللي انشال. يعني إذا عندك زائد واحد بمرتين يعني مرتين كنا نعتبره إيجابي، هذا اللي انشال. والله أعلم، هيك بتذكر أنا، بس هلأ ما عاد موجود. anyway زائد 2 فما فوق هو اللي يعتبر. وطبعا الطبيب الفاحص بدي يعني هو كمان يطلع إذا والله عندك
الدم شديد يعني بالبول حطيت اني 3 بلس طلع دم وكذا، بدك تاخذ الشيء بعين الاعتبار، يعني ممكن ما تعتمده مباشره تقول خلينا نعيده بعينه انظف، او الافضل اذا بنقدر نعمل قسطره، يعني هذا بيعطينا شيء ادق. أغلب بس الأحيان عن طريق القسطرة. ايه بس حتى بالقسطره لو وحده عندها التهاب، لو وحده عندها بيلي دمويه لاي سبب من الاسباب كمان ممكن تخربط يعني التشخيص. هلا اذا ما في بيلي بروتينيه، التعريفات القديمه ان هي كان بيلي بروتينيه مع ارتفاع ضغط بشخص لك مقدمه ارتعاش، ما في بيلي بروتينيه هذا بنسميه شيء ثاني، بنسميه ارتفاع ضغط حمل جيستيشنال هايبرتنشن. هلا البيلي بروتينيه كمان بوجودها بحد مو انه شدتها ما عادت تقيم شده المرض واستطباب الولاده، وجودها بحد ذاته ما عاد شرط اساسي لتشخيص مقدمه الارتعاش. اذا كان في عندنا الضغط مرتفع مثل ما عرفنا 140 على 90 او اكثر مقاس 4 ساعات، واي واحد من هدول ممكن نسميه مقدمه ارتعاش. الصفيحات اقل من 100,000، اي دليل على قصور بولي، الكرياتينين 1.1 فما فوق، او اني تضاعف من البيس لاين اذا موجود البيس لاين. وعند مريضه ما عندها مرض كلوي معروف، والله عندها قصور كلوي او مثلا التهاب كليتين او شيء ثاني. تغير وظائف الكبد اللي بنعتبره هو دبل، يعني ضعف الكمية الحد الأعلى حسب المخبر اللي عم نشتغل فيه. وزمة رئة pulmonary edema أو أعراض حدوث جديد لأعراض مثل الصداع أو التطورات التغيرات البصريه مثل النقط السود اللي بنشوفها غير مفسره باي شيء ثاني، يعني حدا وحده ما عندها بالاصل شقيقه ما عندها اي صداع بس شيء جديده وما عم تستجيب للعلاج، يعني اعطي من عطيه تايلينول عم مثلا من ترتاح كذا ما عم تستجيب، ممكن هدول يتشخصوا يكونوا مقدمه ارتعاش. طبعا الأعراض اللي حكينا عنها شوي بتجي دائما سواء بالتشخيص أو بتصنيف المرض كشديد، بده شوي يكون واحد حذر، يعني مثلا الصداع شوي مشكلة، يعني أني بده يكون واحد ما عنده قصة صداع ما عنده أسباب تاني نتأكد أني عطيناه أدوية لا وما راح الصداع، يعني لحتى نقدر نعتبره واحد من الأعراض المشخصة أو المصنف لشدة المرض. التغيرات البصرية نفس الشيء، إذا واحدة بتلبس نظارات أو عندها مشكلة بالعين أو هيك شيء بدنا نتأكد كمان كل هالأسباب من فيه قبل ما نعتبر واحد من العناصر التشخيصية. طيب هلأ مقدمة الارتعاج تصنيفها صار بدون أعراض شديدة أو أعراض شديدة، preeclampsia without severe feature أو preeclampsia with severe feature. طب شو هي هال severe feature؟ شو هي الأعراض أو العلامات اللي بتخلي مقدمة الارتعاج تصنف على أني مع علامات شديدة؟ الضغط إذا كان 160 على 110 أو فوق ذلك مقاس بفرق 4 ساعات، مرة ثانية حكينا أن هذا نوعا ما يعني تعريف أكاديمي، بس بخلال الممارسة لما بنشوف ضغط شديد أثناء مثلا تدبير المخاض أو كذا ما في يعني ما شرط نستنى 4 ساعات لحتى نتصرف، بس الـ4 ساعات يعني كتعريفي يعني شغلة تعريفية. نقص الصفيحات أقل من 100,000 كمان بيسوي المرض شديد. اضطراب وظائف الكبد اللي هي أكثر من ضعف الحد الأعلى للمخبر. ألم الـ right upper quadrant pain اللي هو ألم
أعلى البطن من الناحية اليمين فوق الكبد، غير لا يستجيب للأدوية وما في له أي شيء تاني، يعني وحدة ما عندها حصاب المرارة، ما عندها تشنج كولون، مثلا ما عندها قرحة بالمعدة، بنعطيهم بالعادي قبل كمان ما نقول أوه والله هي خلص صارت إني شديدة، بنعطيهم مثلا أدوية مثل يعني ميلوكس، زانتاك، برايلوساك، هدول بروتونكس، الشغلات قبل ما نحدد إن هذا العرض هو مصنف لشدة المرض. اضطرابات الكلي اوريدي حكينا فيها، هي 1.1 للكرياتينين او تضاعف القيمه عن القيمه الاصليه، وذمه الرئه، حدوث صداع جديد لناس ما كان عندهم صداع من قبل، والتطورات البصريه اللي هي معظمها بتكون ما رؤيه هالات او اكثر شيء نقاط سوداء بالساحه البصريه. هلا جيستيشنال هايبرتنشن، ارتفاع الضغط الحملي، عمليا نفس التعريف، هو حدوث جديد لارتفاع ضغط بعد 20 أسبوع، 140/90 فما فوق، بدون اي بيلي بروتيني او اي اعراض تانية. يعني من زمان كنا نقول اذا في ارتفاع ضغط بدون بيلي بروتيني والاي اس تي مثلا اللي هو 100، شو بدنا نعرفه؟ هذا كان والله مقدمه ارتعاج ولا هو مقدمه ارتعاج شديده بس ما في بيلي بروتينيه، فلذلك شالوا هاي البيلي بروتينيه. هلا ارتفاع الضغط بس ارتفاع ضغط بدون اي اعراض ثانيه او علامات مخبريه. وهلا هو عمليا يعني بشكل عام كلهم نفس المرض تقريبا، يعني حتى نفس التدبير، يعني ولو كان اني ارتفاع ضغط خفيف ما هو شديد، تدبيره تقريبا نفس التدبير المقدمة الارتعاج. ولو صار ارتفاع الضغط شديد يعني 160/110 حتى بدون بيليبروتينيو وبدون شغلات تانية، يعني امور تعريفية بصراحة اكثر ما هي بتفيد بالكثير بالممارسة. help syndrome، متلازمة help، ما بقى إلا إذا إلى تعريف اسم ثاني بالعربي. لا حكي نفسها، هي نستخدم نفس الاختصار. فهي تجي من hemolysis LH، elevated liver enzyme EL، low platelets LP، هدول هني يعني الانحلال الدموي اللي هو بنعرفه ب LDH أكثر من 600. في بعض المراكز بتستعمل الهابتوغلوبين كمان كدليل على التحلل الدموي، بس هون يعني نحن بنستخدم للتعريف ال LDH. ارتفاع وظائف الكبد اللي هني AST و ALT رح يكونوا أكثر من ضعف القيمة العليا للطبيعية، نقص الصفيحات أقل من 100. هدول كلهم لازم يكونوا مجتمعين لحتى نقول عنها هاي help syndrome أو متلازمة help. يعني إذا 2 من 3 أو 1 من 3 موجود مع ارتفاع ضغط بتسمى preeclampsia with severe feature، يعني هي مقدمة ارتعاج مع ملامح شديدة، ما صفى اسمها help. بس لما بيجتمعوا هدول كلهم مع بعضهم بصير اسمها help syndrome. لما الكل مجتمعين هي بتزيد الوفيات تبع الأم والجنين، وخطورة يعني المرضية وحتى الوفاة للأم والجنين. 30% منها بتحدث بعد الولادة، معظم الأحيان بتحدث أثناء المخاض بس 30% منها بتحدث بعد الولادة. 15% من الحالات في عنا شيء اسمه atypical help، يعني منشوف متواجدة هل 3 شغلات، ال LDH مرتفع والانزيمات الكبد مرتفعه بما يوافق المعايير التشخيصيه والصفيحات اقل من 100، بس احيانا ما بنشوف ضغط 130/80، 135، او احيانا ما في بيلي بروتينيه، فبنسميهم هدول. طبعا لما بنشوف هيك لازم ننفي الاسباب الثانيه، مثلا التهاب الكبد، نعمل انزيمات الكبد،
بنعمل أي شغلات تاني ممكن تكون تسبب ارتفاع بهالشغلات، بس إذا ما لقينا ممكن نسميها a typical help، هي متلازمة help الغير نموذجية. من أكثر الأعراض المرافقة لها المتلازمة هي التعب وألم في أعلى البطن الطرف الأيمن 90% من الحالات، الغثيان والإقياء 50% من الحالات. إكلامبسيا أو الإرجاج هي عبارة عن حدوث تشنجات. هلا تونيك كلونيك مقوية رمعية خير ما كنت أعرف هاي، أما موضعي أو متعددة المواضع، يعني ممكن بس الإيد ترجف هيك تونيك كلونيك يعني، أو ممكن تكون الإيد والإجر والجسم والرأس، ممكن تكون موضعية أو متعددة المواضع مع غياب أي أسباب تاني، مثلا واحدة عندها تشخيص صرع بالأصل، أو عندها ممكن لا سمح الله ستروك، نزف أو نقص تروية دماغية لسبب معين. الشغلات الثانية لازم ناخذ بعين الاعتبار أسباب تانية إذا حصلت هالشغلة بعد 72 ساعة من الولادة أو بالرغم من استخدام المغنيسيوم صولفيت للمعالجة، لأني احتمال أقل تصير بهذاك الوقت، يعني واحدة أجت مثلا بعد أسبوعين من ولادة طبيعية وما كان حتى عندها مقدمة ارتعاج ولا شيء وجدت عندها اختلاجات، فهدول مباشرة يعني أكيد رح ناخد بعين الاعتبار ممكن تكون إكلامسيا أو إرجاج، بس هون من فكرنا بيروح أكثر والله ممكن يكون في أسباب تانية، يعني بسرعة بنعمل الكات سكان أو الام ار اي تبع الرأس بنشوف في شغلات تانية ممكن تكون مسببة للاختلاج قبل ما نرقد ونقول والله هاي إرجاج وخلينا نعطيها ماغنيزيوم ونعالجها بهالشكل. ممكن تحصل قبل المخاض، خلال المخاض أو بعد المخاض. 20% ما بتكون مسبوقة بمقدمة إرجاج، يعني 80% من الحالات بيكون في بتتطور والله يعني مقدمة إرجاج مع أعراض شديدة بعدها بتطور الإرجاج، بس أحياناً بيكون حدا بالمخاض أو جاي كذا بدون أي إنذارات تانية وبيبلشوا بالإرجاج مباشرة 20% من الحالات. من العلامات اللي بنشوفها اللي بتسبق الإرجاج أو ممكن تصير بعدها هي الصداع الشديد، تشوش الرؤية، السكوتوماز اللي هي النقط السوداء، وارتفاع اشتداد المنعكسات هايبرفلكسيا. يعني لما بنشوف الشغلات بتكون كعلامات منذرة، صداع شديد، لأن هدول معظمهم إذا مرت معنا إني عبارة عن ازدياد الضغط داخل الدماغ، شوي وزمة دماغية بسبب لما بنحكي بالآلية والكذا شون إني بصير انقباض أوعية، بصير شوي رشح من الأوعية الصغيرة والشعيرات، فهدول كلهم علامات. مثلا العلامات البصرية هي عبارة عن يعني توزمات صغيرة حول العصب البصري أو المركز البصري، الصداع نفس الشيء، فلما بتكون ماشي بهالاتجاه ممكن تنتهي بالاختلاجات. زيادة الشدة المرضية والوفاة عند الأم، وممكن تعمل نقص بالأكسجين، يعني لما بصير اختلاج واستهلاك للأكسجين ممكن يصير في نقص بالأكسجين ويأثر على الجنين. في بعض الحالات كان
تم تسجيل اني بصير حتى عام كامل، معظم الاحيان بيكون مؤقت، بيستمر لساعات، وحتى بعض الحالات تستمر لاسبوع. غالبا بتشفى بشكل كويس وما بتترك عقابيل، يعني ما نادرا ما تعمل شلل او عقابيل في الرؤيه او السمع او اي شيء، معظم الاحيان بتكون مؤقته. بعض دراسات الرنين المغناطيسي شافت ان في تغيرات بالماده البيضاء مستمره، يعني استمرت 6 شهور او 12 شهر بعد الناس اللي صار عندهم ارجاج، بس سريريا ما كان في اي علامات، يعني سريريه ولا عقابيل. آلية حدوث مقدمة الإرجاج، راح نركز كثير، يعني معظم هالمعلومات شوي نظرية، ما مفيدة بالممارسة، بس إذا بدكم تقروا هي عبارة عن نقص تروية المشيمة، استجابة التغير في استجابة الجهاز المناعي للجسم، ال VLDL يعني تسمم بال اللايبوبروتين المنخفض الكثافة، genetic imprinting، ترجمة دكتور محمود إذا بتقدر، increased trophoblastic apoptosis and necrosis، exaggerated maternal inflammatory response، استجابة مناعية فائقة أو غير مناسبة لدى الأم، يعني أن هذا يعني الجنين والحمل والمشيمة أحيانا تعتبر أن دخيل، فكثير من النظريات بتعتمد أن في شغلة عم تنفرز تدخل لجسم الأم من المشيمة أو الجنين أو كلاهما، بتحرض استجابة مناعية تشمل الجسم كله، بتعمل تقبض أوعية، بتروح على الكلية على الكبد على الدماغ، وبتعمل شو هي هالمادة ما حدا بيعرف شو هي بالضبط، يعني خلاصة الأمر أني مو معروف بالضبط الآلية. كثير دراسات عملت على اختلال التوازن بين العوامل الوعائية، البروستاسايكلين والثرومبوكسين، وهذا بيرتفع وهذا بينزل، والتوازن بيناتهم بيؤدي لانقباض وعائي، الله أعلم. حكيم، ما بعرف، شفت المراجع بيركزوا على موضوع عدم تكيف الشرايينات الحلزونية، ما بصير التروفوبلاست ما بتغزو الشرايينات الحلزونية بشكل كويس، فبتضل فيها البنية العضلية باعتبار هي شرايينات. هلا بالحمل الطبيعي الشرايينات الحلزونية بتغيب الطبقة العضلية وبتصير بنيتها قريبة لبنية الوريد، بتصير مجرد هيك قنوات ما بتستجيب لرافعات الضغط او هيك شيء. هاي يعني شفتهم مركزين على هاي الآلية، التروفوبلاست ما بتغزو الشرايينات الحلزونية بشكل كويس، فما بتتكيف وبتضل بنيتها مشابهة لبنية الشرايينات الطبيعية. مع تقدم عمر الحمل بصير في نقص تروية للمشيمة، بتنطلق هاي العوامل اللي حكيت عنها، هاي العوامل المضادة لتكون الأوعية او هيك شيء كان اسمها. فهي الآلية اللي شفتها بيحكوا فيها كثير، بقى ما بعرف إذا هلا بالميكانيزم أكيد السبايرال أرتريز يعني بيحكوا عنها، يعني موجودة هلا رح تمر معنا شوي صغيرة، بس يعني ما بقدر أقول لك أنا أي نظرية بالضبط هي الأدق. بشكل عام بالنهاية سواء التكيف الشرايين الحلزونية ولا لا، هي عبور مواد من الكتلة المشيمية الجنينية للأم اللي عم تعمل مثل استجابة مناعية غير طبيعية، بتسبب تقبض أوعية وبتبلش بقى بتأثر تقبض أوعية الكلية وزيادة الرشح، بيعمل بيلي بروتيني وارتفاع الكرياتينين، تقبض الأوعية بالكبد بيعمل تنخر وزيادة الإنزيمات، تقبض الأوعية والرشح بالدماغ بيعمل الصداع والتغيرات البصرية، وممكن يعمل بالأخير اختلاج، وتقبض الأوعية والرشح بالرئة بيعمل وزمة رئة. فهذا الشلال أو الكاسكيد اللي شو هي المادة اللي بتطلع، شو هي في عندك هلا، حتى في كم يعني سلايد عن إن التنبؤ شو هي العوامل اللي بتنقاس، بس أكيد يعني ال persistent finding تشريحيا الشغلة إن هي فعلا الشريانات الحلزونية غير طبيعي. النظرية يعني عدم غزو التروفوبلاست وال
يعني ان تحافظ على الجدار العضلي موجوده، بس ما يعني بالضبط ما بعرف شو هو بالنهايه المحرك الرئيسي. هلا رح نحكي كمان شوي اليوم، المحاضره شوي يمكن جافه، ما بعرف اذا رح نلحق نوصل للاخير. رح تكون معظم عن التعريف والآليات، وإذا ما لحقنا اليوم بقى بيكون القسم السرير إن شاء الله الأحد القادم عن التدبير والأدوية والمعالجة والشغلات الثانية. بعض التغيرات الوعائية اللي بتصير بمقدمة الارتجاج هي الانقباض الوعائي اللي هلأ حكينا فيه. كابيلاري ليك هو رشح من الشعيرات الدموية، بيعمل اني بيرشح الدم لل third spacing، يعني المكان بين الأنسجة، هذا اللي بيعمل الوذمات والوزمة الرئة والشغلات الثانية. intravascular depletion هاي الشغلة مهمة نفهمها بمقدمة الإرجاج، اني بالرغم من الوزمات اللي بتصير الحجم الوعائي بيكون صغير، اولا بسبب الانقباض الوعائي بالشرايين الصغيره، وثانيا بسبب الرشح اللي بيصير من الكابيلاريز من الشعيرات الدمويه. فلذلك لما بنشوف الهيموغلوبين او الشغلات الثانيه بدنا نحاول نفسرها بها الرؤيه هاي، وبدنا نتجنب نعطيهم كثير سوائل. مثلا لما اذا اخذوا ابيدورال وصار عندهم ضغط بدنا نتجنب نعطي سوائل، لان السوائل ممكن ترشح وتعمل وزمه رئه ومشاكل ثانيه. بعض التغيرات الدمويه هي نقص الصفيحات، وحده من الشغلات المهمه بسبب اسباب اني بتصير تتجمع الصفيحات aggregation بسبب العوامل اللي بتدخل، كمان ممكن يصير يعني تنشيط للصفيحات ان تروح تلزق مع بعضها او استهلاك للصفيحات بيصير كمان بالاوعيه الصغيره. الانحلال الدموي بيصير بسبب ارتفاع ال LDH، فلازم مثل ما قلنا اني نكون حذرين لما منفسر مستوى الهيموغلوبين، لان بسبب انحلال الدم ممكن يرتفع شوي، وبسبب التجفاف داخل الشجره الوعائيه ممكن يكون مرتفع بشكل يعني مغلوط او فولس، يعني ممكن يكون يبين اني طبيعي بس كميه الدم ممكن تكون قليله. بعض التغيرات الكبدية، انزيمات الكبد بترتفع، اهم شيء هن الـ AST والـ ALT. هلا لسبب الاسباب الـ AST بيرتفع اكثر بالمقدمة الارتعاج من الـ ALT. الـ ALT بيرتفع اكثر بسبب الالتهابات الفيروسية. واحد من التفسيرات ان الأذية بالكبد بتبلش بال periportal area، يعني ال portal vein اللي هني الوريد البابي قريب الدكتور محمود، ببلش الأذية هون، فهون بتكون مركز الخلايا اللي بتنتج ال AST أكثر، بينما مثلا التهاب الكبد الفيروسي الأذية بتكون معممة على الكبد و بيكون الـ ارتفاع الـ ALT أكثر. الـ LDH بيرتفع كمان بسبب تنخر الخلايا الكبدية اللي فيها LDH وبسبب الانحلال الدموي. البيليروبين ممكن يرتفع بالحالات المتأخرة من مقدمة الارتعاج أو الإرجاج. حتى عوامل التخثر مثل الـ PT والـ PTT كمان ممكن يتأثروا إذا تأثرت وظيفة الكبد، لأن معظمهم ينتجوا في الكبد. هلأ يعني إذا بدنا نحكي شوية كمان عن الآليات، الألم اللي بيصير بالبطن هو بسبب الأذية الكبدية، كمان تفسير أني ممكن هالتنخر الخلايا الكبدية
رشح الانزيمات. وممكن هل عملية بتعمل شوي وزمة بالكبد اللي بتضغط على محفظة الكبد الجليسن وبتعمل ألم بهي المنطقة. بعض التغيرات الكلوية البيل البروتينية اللي بتحصل بالمقدمة الارتعاش بيسموها نون سيلكتيف، يعني ما هي نوعية نوعية يعني انتقائية انتقائية. وهي الشغلة كمان المهمة نوعا ما هي سبوراديك. سبوراديك يعني لأني ما يعني أزية حادة نوعا ما، ما بصير رشح بشكل مستمر ومتواصل. لذلك دائما بنقول نحن الكولكشن تبع ال 24 ساعة هو الأدق، لأن أحيانا ممكن خلال ساعتين ما يكون في رشح كتير. إذا بتأخذ عينة بول وبتقيس فيها الشريحة وتطلع سلبية، أو حتى تعمل الـ PC ratio اللي هو البروتين للكرياتينين ويطلع طبيعي، بس لما بتجمع 24 ساعة بيطلع معك إيجابي. وحتى العكس ممكن يكون صحيح، لأني الرشح ما هو ستدي، والله كل ساعة بنزل نص جرام بروتين لمدة 24 ساعة. لا، ممكن تعدي ساعتين ثلاثة ما يكون في رشح، ممكن تعدي ساعتين ثلاثة يكون رشح بروتين بكميات كبيرة. فالسبب هو عبارة عن يعني زيادة النفوذية من الأوعية الكلوية لمعظم البروتينات، حتى الألبومين الجلوبيولين ممكن يرشحوا، حتى الهيموغلوبين. الكالسيوم بالبول ممكن ينقص بسبب absorption reabsorption، إعادة امتصاص. ونقص البول أوليجيوريا اللي هو عبارة عن نقص الانتاج البولي ممكن يصير بالمقدمة الارتعاش مع الشديدة بسبب تقلص الأوعية الكلوية ونقص الرشح السوائل خلال الكلية، فبينقص البول وبصير تقريبا نقص من الرشح الكلوي 25%. فلذلك من رأي البول بهدول المرضى، وإذا نقص يعني أقل من تقريبا 100 بأربع ساعات يعتبر هذا تعريف لنقص الإنتاج البولي. اليوريك أسيد حمض البول ممكن يزيد، كنا بالأول نستعمله، هلا ما عاد نطلبه بشكل روتيني. ما بعرف إذا الزملاء بسوريا لسه عم يستعملوا حمض البول لتشخيص مقدمة الارتعاش، بس لسه مذكور إني أحياناً إني ممكن يرتفع. يعني هو عملياً بيرتفع بنهاية الحمل بشكل طبيعي بسبب إنتاج المشيمي والجنين، بس بيقول لك إني بمقدمة الارتعاش في إنتاج شوية أكثر. بس يعني لذلك القيم صعب نعتمد عليه وما عاد نستعمله بشكل عام. شو هي الاضطرابات اللي بتصيب الجنين؟ اضطراب الجريان الدموي بالوحدة المشيمية الرحمية. السبب اللي حكاه الدكتور محمود بشكل مفصل، failure of physiologic transformation of the spiral arteries or placental vascular insult. فهو مثل ما قلنا ال spiral arteries، اعذرونا اذا اليوم شوي المعلومات اني technical او basic، هي ممكن تكون مهمه للمقيمين والطلاب اللي ناويين يقدموا فحوصه بالمستقبل، بس ان هي برجع بعيد الفكره، الشريانات الحلزونيه لما تهاجمها التروفوبلاست بتفقد الغلاف المصل العضلات، وبتصير اني لو ريزيستنس، يعني بتفتح شوي بتصير رخوه، بتعمل لو ريزيستنت بيد، فمشان الدم يصير ترانزينت، يعني يروح الدم من بسهوله للمشيمي من الام. فلما ما بصير هالتحول فيلير اوف فيزيولوجيك ترانسفورميشن، بتضل متقلصة، بتضل محافظة على غلافها، بصير نقص تروي للوحدة المشيمية. الله أعلم، ممكن هذا هو يكون سبب تريجر إني شيء يرجع باك إني من هاي الوحدة للدم، ويبلش كل الجولة هاي إنه لا، إحنا بدنا دم أكثر، إن ارتفاع الضغط عند الأم
نظريا ممكن يزيد جريان الدم للمشيمي، بس بنفس الوقت بيعمل اذيات ببقيه الاعضاء. فهالشيء ممكن بالنهايه يعمل نقص نمو للجنين، ممكن يعمل نقص بالسائل الأمنيوسي، ممكن حتى يعمل تفكك بالمشيمي، ممكن اثناء المخاض يعمل تغيرات بدقات قلب الجنين، او ممكن بالنهايه يعمل يؤدي لولاده مبكره، سواء طبيعي اذا صار مثلا انفكاك بالمشيمي، او بسبب نحن بدنا نولد بسبب المريضه مبكرا، يعني indicated or norm or spontaneous، اما لحاله بتصير او نحن بنولدها بشكل مبكر بسبب الاختلاطه. هلا سلايد عن البريدكشن، التنبؤ، خرج نحن نتنبأ بالبري اكلامسيا، يعني الجواب القصير اني ما خرج. في كنت اقرب السلايد كثير عوامل حاولوا يشوفوها بتطلع بتنزل، الدوبلرز تبع الشريان الامبيليكال ارتري السري حسب الموجات فيه، خاصة في شيء اسمه بولسيليتي اندكس اللي هو مشعر النبض، وحطوا كتير يعني ماثماتيك موديولز وهيك شغلات. واحد منهم مثلا هون بيقدر 93% ان يتنبأ، بس بشكل عام لحد الآن ما في شيء، حتى عمليا هون احنا بنستعمله بشكل روتيني، كلها دراسات لا زالت. ما بعرف إذا دكتور محمود بيحب يعلق على هالنقطة، بس يعني ما كتير هي سريريا مفيدة بهالوقت. لا لا ما عندي أي تعليق حكيم، نحن أكيد ما بنستخدم هيك شيء، ما وصلنا لهون. طيب هلا التنبؤ ما خرج نتنبأ، يعني أهم شيء نحن عندنا القصة السريرية، إذا وحدة عندها من قبل أو علامة الخطورة. الوقاية كمان كل هالشغلات اندرست وتحاولت بالماضي. فيتامين سي وإي، زيت السمك، التوم، فيتامين دي، حمض الفوليك، انقاص الصوديوم، الكالسيوم، كلهم اندرسوا بشكل عام. يعني كمان الجواب القصير اني ما مفيدين. يعني هلا بتذكر انا بالاقامه من 10-15 سنه اجانا الرئيس القسم تبع مشفى فيلادلفيا، قال انا بحط كل المرضى عندي على الكالسيوم، اني يعني هو بيؤمن بهالشغله وكاتب بهالشيء كثير. طبعا الجواب هذا يعني كان رايه الشخصي، بس حاليا ما في اي دليل. الاسبرين اللي متابع على القصه راح واجا، يعني كان مثلا انا لما كنت عم بدرس للفحص لنفرض بال2000 2001 كان موجود الاسبرين للوقايه من البريكلامسيا. خلال الاختصاص بال2004 2008 راح، ما ضل فيه اسبرين، شالوه من الريكومنديشن. هلا من 3-4 سنين رجع اني ليفل 1 ايفيدنس اني بيساعد. إذا في الناس اللي عندهم خطورة شديدة للمقدمة الارتعاش، فهلأ بنستعمله نحن بشكل روتيني. هلأ رح أعطيكم الجدول اللي بنستعمله كيف بنحدد الخطورة، وعند أي ناس بنستخدم الأسبرين. يفضل بين 12-28 أسبوع، ويفضل قبل 16 أسبوع. احنا بشكل عام يعني 13 اسبوع بعد انتهاء الثلث الاول من الحمل بنبلش عليه. هذا الجدول بصراحه ماني حافظانه انا، بس عندي اياه بالعياده بطبعه، كل ما اجت وحده باول حمل بطلع عليه عندها شو عندها العوامل الخطوره، واذا هي بتنعطى اسبرين ولا لا. ففي عنا أول مجموعة من العوامل الخطورة هي الهاي ريسك، عوامل الخطورة العالية. أي واحد من هدول بتصير هي عندها استطباب لنحطها على الأسبرين وقائيا. أي قصة في مقدمة ارتعاج، خاصة إذا كان فيها عقابيل للأم أو للجنين،
الحمل التوأمي فما فوق، الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط مزمن ما قبل الحمل، سكري ما قبل الحمل، يعني نوع أول أو ثاني، مرض كلوي، الناس اللي عندهم مرض كلوي بيكون عندهم خطورة كبيرة يصير عندهم مقدمة ارتعاش، والأمراض المناعية مثل الذئبة الحمامية الجهازية مثل الـ Antiphospholipid syndrome، الأضداد ما بعرف شو ال... فهدول أي واحد من ال... نعم عفوا دكتور رضوان، بس كنت عم بقول الأضداد المضادة للفوسفوليبيدات، هي ترجمة اي متلازمة APLS يعني أنا بسميها للاختصار، بس ما حفظتها، قال الدكتور محمود والله بأول محاضرة بس ما حفظتها. هدول يعني أي واحد من هدول بصير المريضة عنده استطباب تبلش الأسبرين. العوامل المتوسطة الخطورة إن هي ممكن consider low dose aspirin إذا عندهم تنتين أو أكثر more than one. Let's see. فأول حمل nulliparity يعني واحدة بأول حملة، الوزن الزائد الـ BMI أكثر من 30 ما قبل الحمل، قصة عائلية للمقدمة الارتعاج يعني إذا واحدة أمها أو أختها عندها هي تعتبر عامل خطورة متوسط. نحن عندنا هون الحالة الاجتماعية، ممكن كمان مثل ما قلنا العرق الأفريكان أمريكان السود عندهم خطورة أكبر، أو حتى الحالة الاجتماعية والاقتصادية المتدنية ممكن تكون واحد من عوامل الخطورة. العمر 35 فما فوق واحد منهم، وأي واحدة عندها قصة اختلاطات بحمول مسبقة مثلا وزن قليل للولد السابق أو أكثر من 10 سنين بين الحمول أو أي اختلاطات في الحمل المسبقة، والناس اللي ما عندهم خطورة اللي هن عندهم ولادات طبيعية من قبل وما عندهم أي من العوامل خطورة ما في داعي ليأخذوا أسبرين. دكتور محمود بتستعملوا الأسبرين بشكل للوقاية من مقدمة الارتعاج؟ نعم حكيم، نعم، حتى هدول العوامل الخطورة نفسهم نعتمد نتبعهم تماما حرفيا يعني تمام. موجودين هدول مترجمينهم للعربي ونشتغل عليه هون. كويس. هلأ يعني خلصنا شوي من القسم النظري كتير والتعريف والآليات، رح نحكي يمكن ربع ساعة نص ساعة بالتشخيص أو نفتح المجال للأسئلة ومنخلي العلاج للجلسة القادمة. شو رأيكم؟ يمكن رح يطول إذا كملنا للأخير. سكوت علامة الرضا. طيب التشخيص، أول وحدة ما بتجي مثلا على المشفى أو الإسعاف أو حتى العيادة أهم شيء هو القصة السريرية والفحص، بنسأل عن الأعراض، الصداع، التغيرات البصرية، ألم في أعلى البطن. العلامات اللي مندور عليها هي المنعكسات، إذا في اشتداد بالمنعكسات، كلونس مترجمي هو لما أكثر شيء بالقدم نعمل فليكشن للقدم ونشوف إذا بترج القدم. شو كلونس المنعكس الأخمصي؟ نعم المنعكس الأخمصي. هلا هو هاي مو بس منعكس، لما بصير كلونس لما بيرج القدم هذا شو اسمه الشغلة بالعربي؟ كلونس رمعي، رمع يعني لما بندفش القدم لورا بيصير رمع القدم. رمع رمع حكيم رمعي كلونيك رمعي، هي وقت هيك بصير في مثل رجة نسميها كلونيك. سألت جوجل ترجم ليها كلونوس. طيب هي نحن الاختلاجات
مسميها مقوية رمعية. اي ما بعرف رمعية. دكتورة اذا هذا هو نفسه المنعكس ولا غير، بس هو الشيء اللي بنعمله انه بنمسك القدم وندفشها لورا هيك وتصير يعني بترج هيك كلونس. رايت ابر كوادرنت تيرنس اللي هو الالم لما بنكبس على منطقة فوق الكبد. الم مراق ايمن هيك بنسميه. الم المراق الايمن. التحاليل الشكل عام روتينيا بنطلب السي بي سي، الاي اس تي والال تي اللي هي وظائف الكبد، ال دي اتش لل الانحلال، ممكن منقص انا هون البي يو ان والكرياتينين كمان بنطلبهم لوظائف الكلي، وبروتين يعني تشخيص البيل البروتيني سواء عندنا البي سي ريشيو اللي هو بنبعته تحليل كمي او اذا ما موجود بنعمل الرقاء هي الشريحه تبع البول. لو في ايكو نعمل كمان في الجنين تقييم للجنين اللي هو وزن الجنين، تقدير وزن الجنين والسائل الامنيوسي، ولو في موجود دوبلرز ممكن يعني هي ما هي ضروري للتشخيص بس راح نشوف مثلا بالنهاية اذا في مثلا الاند دايستوليك فلو السريان الانبساط اذا معكوس او كذا ممكن يكون في يعني توصيات جديده ممكن يكون هذا استطباب للولاده احيانا. اذا ما موجود طبعا بنعتمد بس على وزن تقييم وزن الجنين والسائل الامنيوسي، وطبعا النون ستريس تيست اللي هو اختبار اللا شده. اختبار اللا شده. لا شده حط الجنين على المونيتور بنشوف. هلا هيك صار لنا ساعة تقريبا المانجمنت بتحبوا نوقف هون وناخذ أسئلة ومناقشات لمدة ربع ساعة نص ساعة ونشوف المانجمنت next time. خلينا نشوف أنا كم سلايد مشينا من أصل 50. نحن هلا عند السلايد تماما 24. أنا عندي 50 سلايد فنحن بالضبط عند النص. إذا بدنا نكمل إذا بدنا نكمل الأخير بدنا تليس ساعة تانية وبعدها إذا بيكون في أسئلة أو إذا بتحبوا خلص نوقف هون أو نأخذ مشاركات وأسئلة لمدة ربع ساعة نص ساعة ومنكمل يكون فريش للقسم الثاني بصراحة أهم من القسم الأول اللي هو عن المعالج يبقى التدبير وفي يعني مفيد سريريا لنا كلنا يعني من أسبوعين والله حكوا مع الأخ ونسيت بأي مشفى مريضة جاي بوزمة رئوية واضطروا ينببوها وشيكين كوفيد وكذا، حالة كانت والله interesting وللأسف وإذا حدا من الأطباء معنا سمع فيها والبيبي توفى حكيم. يا ريت نوقف ونفتح طيب. باب للأسئلة تفضلوا الزملاء المشاركين وكذا اي واحد في عنده تعليق او سؤال بنحاول نناقشه هيك احسن من نكون فريش للتدبير ان شاء الله الاحد القادم. ماني شايف لحد هلا ولا سؤال. ما بعرف اذا دكتوره ريم عم تشوف في اسئله في شيء سؤال. اهلا دكتور، في على الشات دكتور فهد موضوع زيت السمك باي شهر فينا نستخدمه هل فعال؟ هلا ال 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 الجواب اني لا ما في يعني واحد من الشغلات اللي ندرست وتجربت بس ما نستعمله نحن ما بعتقد اني فعال بس هو طبعا بس يمكن ممكن استعماله باي شهر من الحمل ما في له مضاد استطباب. بس ما له تاثير بحد ذاته على
لا يعني ما في evidence based، يعني ما في الدراسات ما بينت اني في هلا في كثير شغلات هون او حتى باوروبا وكذا بيستعملها، ما في ناس تستعملها مائله. يعني ضربت لكم مثال حتى لما اني رئيس قسم واحد ومشهور قال انا بعطي اني كالسيوم لكل المرضى تبعي، بس ما في دليل حتى عنهم، ما في دليل اني كمان سؤال عن الثوم، هل في شيء كثير بنصح عن الثوم بنزل الضغط وهي القصص؟ هلا ومن درع يعني في دراسات موجود الجارليك كونسنتريشنز والكذا، بس يعني ما في احيان كثير يعني بالطب مثل ما كلنا بنعرف اني بدك، خاصه لما بيكون التاثير خفيف ونسبه المرض انتشار المرض 5%، بدك عدد كبير من المرضى وتشيلي كل الشغلات الكوفاوندرز. يعني عدا عن ريحته تو مفيد يعني صراحه. انا ما بغلط حدا اذا بقول والله بدي اكثر بتكون بالحمل، يعني ممكن في يعني ما هو انه مستحيل، بس ما في دليل نقول اوه والله خلص اني اروح اعطوه توم لكل الحوامل السوريه مشان. دكتور رضوان في سؤال، كيف بدنا نميز بين نوبه الصرع والارجاج؟ احد الاسئله ما هلا قريتها. هلا هو سريريا من شكل بالشكل ما بتقدر تميز، هي الصرع لاني في له عده اشكال، واحده منهم هي التونيك كلونيك سيجرز اللي هو الجرام مال سيجر او الصرع الكبير الصرع الكبير. فمن شكل سريريا ما بتقدر تشوفه، الواحد عم بيخلج ايده اليسار واجره اليمين تقول هذا مثلا اني مقدمه ارتعاش ولا هذا. التفسير هو اذا في قصه سريريه ولا لا، يعني إذا واحد عنده قصة صرع وإجا بنفس النوبات اللي بتجي هذا ممكن نقول أوكي هذا ما لان خلينا ما نتسرع ونقول. أو إذا صارت مثل ما قلنا واحد عم نعطيه مغنيسيوم وحطينه على 2 جرام بالساعة وعطينا بولس ولسه عم يخلج، معناته هذا احتمال لسه يكون إرجاج، بس لازم ندور على شغلات تانية. أو إذا صار مثل ما قلنا بعد 72 ساعة من الولادة اجت واحدة عملت المخاض وولدت وحتى ضغط ما كان عندها، اجتنا بعد 4-5 ايام بارجاج، بنفكر اول بالاسباب الثانيه. بس انا اتليست اللي بعرفه مع الدكتور محمود او زملاء، ما في نظريا نقدر نميز من شكل الاختلاجات اني لا والله هذا صرع وهذا ارجاج. تمام دكتور، في سؤال على الشات، اذا مريضة حامل وقت الولادة ارتفع ضغطها لل 16/10 وبعد الولادة راقبت ضغطها ساعة بنضل شوي مرتفع نقص درجتين، بس حايلة كويسة بنعطيها السلفات ولا لا؟ هلا هو السؤال شوي ناقص، احنا في عنا يعني ان شاء الله المحاضرة القادمة راح نحكي عن استمرار ارتفاع الضغط بعد الحمل للناس اللي كان عندهم أو بلش عندهم بعد الحمل، ممكن يبلش مباشرة. فهو السلفات لا، السلفات تنعطى باستطبابات معينة للوقاية من الاختلاج، أو رح نفصل فيها أكثر إن شاء الله الأحد القادم. بس وحدة صار عندها مثلا الله أكبر الله أكبر صار عندها مقدمة ارتعاج أو مع علامات شديدة وعطيناها مغنيسيوم وتخرجت وبعد 4 أيام جيت على العيادة ضغطها 150/90 وما عندها شيء ثاني، لا طبعا ما في داعي. السؤال هون هل نحطها على أدوية ضغط ولا لا، إذا هي تركت المشفى ما كانت محطوطة على أدوية ضغط. بس بشكل عام السلفات هي للمعالجة حادي بالمشفى حصرا، اللي إلى طبعا أني بدي يكون ارتفاع ضغط شديد مقدمة ارتعاج مع علامات شديدة أو إرجاج أو هيلب سيندروم، هذول كلهم استطبابات للسلفات. بس يعني بعد الولادة رقم الضغط ما هو شديد وما في علامات تانية على الأغلب ما بتحتاج. طيب احنا حنأجل أسئلة التدبير للمحاضرة القادمة، أي أسئلة عن تدبير الإرجاج رح تكون للمحاضرة القادمة. طيب في سؤال عن كيف يبين على الإيكو تمزق محفظة الكبد؟
هلا انا ما كثير شاطر بال يعني اذا في تمزق او سب كابسولر هيماتوما، يعني اني تجمع دم تحت محفظه الكبد، محفظه جليسن، ببين يعني بدي واحد الشال الطبيب الاشعه او حتى الطبيب التوليد اذا عنده خبره بيحط الايكو، ببين اني على الاغلب الدم لما بيكون فريش بيكون هايبر ايكويك، يعني بيطلع ابيض الدم اذا نازف من جديد يعني، بس يتحلل ببلش بيطلع اسود مثل المي يعني بعد فتره، بس النزف الجديد يعني بيكون بالعادي ابيض احيانا على الايكو. طب دكتور شو سبب الالم الشرسوفي بمقدمه الارتعاش؟ هذا نفس الشيء اللي حكينا فيه، هو الكبد يعني الشرسوفي او المراق الايمن ناتج عن الكبد، يعني المعده على الاغلب ما لها علاقه، بس انت بتعرف الفص الايسر من الكبد بتصير تقريبا فوق المعده او فوق المري، فهو رقم واحد اكثر سبب هو الوزم اللي بتصير، يعني الاوعيه داخل الكبد مثل اوعيه الجسم بقية بصير فيها تقبض، بصير في رشح بالكابيلاري، بصير في وزم بالكبد بتضغط على المحفظه، فهذا الضغط تمدد المحفظة بسبب ألم. هلا ممكن في آلية تانية هو التنخر والريليس تبع الإنزيمات، بقى ممكن بقى substance B وشغلات تانية تعمل تنبيه شوي السي فايبرز والشغلات يعني ممكن، بس الشيء المعتمد أكثر إني لا هو عبارة عن بوزمي وتمدد وضغط على محفظة الكبد، هذا بسبب ألم سواء في المراق الأيمن أو إذا مركز أكثر بالفصل الأيسر بيكون بال الشرسوفية اللي هي والله أعلم إبيجاستريك يعني. هل اشتداد الأعراض العصبية بدون بيلة أو اضطراب التحاليل كافي لإنهاء الحمل؟ هذا كمان سؤال للمانجمنت. إيه هذا كمان سؤال للمانجمنت، يعني ممكن نفصل فيه أكثر بالمرة القادمة. دكتور في سؤال إنه طالما الإرجاج بيكون نتيجة نقص بعالية النقص بتروية المشيمة بعد الولادة بعد ما ننهي الحمل ونشيل المشيمة ممكن يضل الإرجاج موجود؟ هلأ ممكن يبلش 20%، لذلك هذا الشيء اللي بدوخنا إني طب إذا هي شغلي طلعت من المشيمة أو البيبي ودخلت على الأوعية الدموية وحرضت استجابة من الأم ليش؟ إني ممكن يستمر طبعاً بعد الولادة، بس ممكن ينشأ بحد ذاته بعد الولادة، يعني ممكن 24-28 وهو معروف إني خلص الولادة هي الحل، إني بس شلنا المشيمة وشلنا البيبي لازم يشفى هالشيء، إني ليش أحياناً ممكن ينشأ بعد الولادة بعد 24-48 ساعة؟ كمان هذا ممكن يعني نحكي فيه شوي بالمحاضرة القادمة، بس ممكن يعني اني والله هل في بقيان جزء من المشيمي وهو بعت هالمادي، ولا والله مادي اوريدي تسربت بس كانت اني ما بلشت التفاعل تبعها، بس اكيد سواء يعني مقدمه ارتعاش او الارجاج نفسه ممكن يبدا بعد يعني في جزء منه 20% تقريبا ممكن يبدا بعد الولاده. صراحه انا شهدت حالي كانت مريضه عمرها 16 سنه، اجت على المشفى بغياب عمى مفاجئ بدون ارجاج بدون شيء ومانا مشخصه من قبل، طبعا تم انهاء الحمل خلال ربع ساعه بقيصريه، الارجاج بلش بعد انهاء الحمل بعد إزالة المشيمه، بعد ما طلعت المريضه من القيصريه بلشت المريضه تخترش، ظلت تخترش تقريبا شيء ساعتين لبعد ما حولناها للعنايه، يعني شفت الحاله ممكن ما كان في ارجاج قبل لكن بلشت الاختلاجات بعد انهاء الحمل. صحيح وارد وارد جدا. هلا هو أحب بنسميها هون continuum، يعني هي عبارة عن مجموعة كل نفس المتلازمة كبيرة، وفي شغلات تبلش قبل شغلات تانية الله أعلم لأسباب ما بنعرفها، يعني حتى بقول لك إن كل شيء عنده gestational hypertension إحصائيا يعني بس ارتفاع ضغط بدون بيلي بروتين بدون أعراض خلال أسبوعين لثلاثة رح يتطور لمقدمة ارتعاش خفيفة، وبس وصل لمقدمة ارتعاش خفيفة احتمال خلال يومين ثلاثة أربعة يصير إني مع أعراض شديدة، بس هذا يعني الجزء الأكبر من الحالات، في حالات بتبلش بمقدمة ارتعاش شديدة ما يعني التعريف اللي بيقول لك بري إكلامسيا معناته بتقول لي إذا إكلامسيا لازم يكون قبل بري، بس يعني خلينا نقول إني لغويا ما هو دقيق التعريف، لأني ممكن تشوفي إكلامسيا بدون بري إكلامسيا، يعني
ممكن يكون إرجاج بدون مقدمة ارتعاش، وممكن نفس حالة المريضة تبعك أني أجت حتى أني عمى مفاجئ أو شيء بدون ما يظهر الأعراض الثانية بالأول. فأي شيء من هالتطور ممكن يحصل قبل الثاني، بس بشكل عام بشكل عام خلينا 70-80% ببلش بالضغط، بتطور للبيل البروتيني وبعدها بيمشي بهالاتجاه، بس ما كله منحنى مستقيمة بهالشكل. صبية عبت لنا أنه هي كانت حامل من فترة أو دخلت بإرجاج وتوفى الجنين بعمر 8 شهور، وهلا حامل بشهرين وعم تاخد إسبرين. جيلك معافاية والله يرحم الطفل، بس أكيد المفروض يعني أنت أكيد قابلة معنا، موجودة معنا بالتدريبات، لازم تتابع عن طبيبك بشكل دائم أكيد، لأنه موضوع الإرجاج وموضوع الضغط الحملي السابق ممكن يتكرر بحمول آخر مثل ما حكى الدكتور رضوان. طبعاً، وكل ما حدث بشكل مبكر وكل ما كان شديد نسبة احتمال النقص أكبر بكتير. يعني يمكن هالقصة تقريباً عندها 50% chance. هلأ غير الأسبرين للأسف ما عندنا شغلات تاني، بس يعني مثل الزميلة هون إذا حبت تاخد كالسيوم يعني ما بتوقع غلط، يعني ما بقول لها لازم تاخدي أو كذا، بس يعني ممكن 500 ميلي جرام أو 1000 ميلي جرام. هلأ في شغلة إن هي كمان البيس لاين بنصحها تعمل إني تحاليل من هلأ مبكرة الـ 24 ساعة جمع للبروتين حتى وظائف الكبد كذا، تعملهم بشكل إني بيس لاين بحيث إني صار أي تغير ممكن. وطبعا ترائب ضغطها بشكل مستمر، يعني مثلا إذا زيارات للطبيب كل 4 أسابيع هي لازم ترائب ضغطها بشكل أكثر من هيك، يعني حتى يكون عندها جهاز ضغط ترائب ضغطها مرة في اليوم أو مرة كل يومين. إذا في عنده شوية وزن زائد حاول يعني تتحرك، الحركة نوعا ما وعدم كسب الوزن الزائد ممكن يساعد شوي، لأني نحن نعرف الديابيتس بيجي مع الوزن والسكري، والسكري هو علامة خطورة فممكن تعمل كل هالشغلات لحتى الصوديوم ريستريكشن ما هو مثبت، بس والله بنصح يعني حتى كمان أنا ما أني والله تقطع الصوديوم بس تخفف منه شوي وتجس مراقبة، يعني مراقبة. تمام دكتور، أنا عم أقطع الأسئلة تبعيت المانجمنت للجلسة الجاي. بالنسبة للتناول الملح الزائد له علاقة بالانسمام الحملي ولا اعتقادات خاطئة؟ هلا ما هو مثبت، ما في أي إثبات، بس مثلا مثل هي قصة الزميلة تبعنا اللي عنده قصة ما بنصحها، يعني في احيانا شغلات بنعملها اني يعني في نظريا ان الصوديوم الملح ممكن يرفع الضغط، هي عندها قصه، واذا في عندها اني استعداد جيني او هيك شيء، يعني مثل ما بقول اذا ما نفع ما بضر، يعني بس يعني ما في شيء مثبت، بس اني يفضل ما تكتر كثير. في سؤال، نسبة حدوث الارتعاش بالحمول القادمة للسيدة حصل لها الارتعاش شديد بالحمل الأول، يمكن دكتور هلأ ذكرت 50% صح؟ هلأ هو بشكل عام إحصائياً prior history بنط من 5% لل 20% 25، بس إذا قسمت هدول أني أيمت حصل، يعني واحدة حصل عندها مقدمة ارتعاش خفيف بعمر 38 أسبوع أوكي ممكن يكون 25% أو 10%، واحدة حصل عندها مقدمة ارتعاش شديدة ولا سمح الله البيبي ب 25-26 أسبوع، هاي النقص تبعها أعلى بوصل تقريبا ل 50%. تمام. بالنسبة للكالسيوم، أفضل في عنا مركبات كالسيوم لحاله وفي كالسيوم مع فيتامين دال، فالأفضل ناخذ الكالسيوم لحاله ولا المركبين سوا؟ هلا يعني أنا معرفتي الشخصية بس بهذا الجراند راوند اللي عمله هذا هو قال بيستعمل كالسيوم، اثنيناتهم مدروسين واثنيناتهم غير مثبتين الفعالية. هلا الفيتامين دال خاصة للنساء اللي بتحجبوا ما بيطلعوا بالشمس وكذا، يعني بيلزمون بأي حالة من الأحوال معظمهم بيلزمون فيتامينات دال، فلا يضر يعني سواء ما حمم البري إكلامسيا بيكون يعني بس طبعا ما ناخده بجرعات عالية، يعني 1000 يونت بكفي باليوم، والكالسيوم 500 لـ1000. تمام. هلأ في سؤال، إذا مريضة كانت بري إكلامسيا وتمت الولادة بدون اختلاطات قديش فينا نخليها قديش لازم نخليها بالمشفى للمراقبة؟
يعني هل مقدمة ارتعاج خفيفة والذي بدون اختلاط، هذا السؤال كان؟ تماما. يعني إذا تحاليلك كلها طبيعية والذي تضغطه كان طبيعي، بعد 24 ساعة ممكن. يعني أنا معظم الولادة الطبيعية من خرجهم بعد 24 ساعة، هدول بفضل خليهم لليوم الثاني، يعني ما هو أول يوم بعد الولادة لثاني يوم، إلا إذا ضغطهم 100% طبيعي وما عندهم أي مشاكل، وكان والله يا دوب مرتفع وبدهم يروحوا على البيت ممكن. بس يعني بشكل عام 48 ساعة، يعني إني بعد ثاني يوم من الولادة. طيب السكر الحملي هل يعد من عوامل الخطورة للإرجاج؟ شوي نعم كمان دكتور رضوان جاوب إنه إيه من صح، عوامل نعم الخطورة. إذا مريضة ما عندها أي قصة ارتفاع ضغط ووقت الولادة كان ضغطها مرتفع وما نزل بعد الولادة، شو لازم نتصرف بها الحكي؟ نعتبرها مريضة ضغط غير مشخصة؟ كان عنده، ما في عنده ضغط من قبل؟ بس أثناء الولادة كان مرتفع ضغطها وما نزل حتى لبعد الولادة، بس ما يعني في هاي قصة ارتفاع خلال المراقبات. ايه، هي طبعا اذا ما في بيلي بروتينيه، ما في اي اعراض ثانيه، ما في اي اضطرابات بخبريه، ما في اي شيء ثاني، هي ارتفاع ضغط حمل جيستيشن هايبرتنشن. بما انه عنده موثق ضغط طبيعي خلال الحمل وارتفاع بس اثناء المخاض ونزل بعد الولاده وما في اي شغلات ثانيه، هي يعني ككلاسيفيكيشن تصنيف هي جيستيشن هايبرتنشن، ارتفاع ضغط حمله. تمام دكتور، إذا كان في عنا مريضة بس عندها وذمات انطباعية كل شيء طبيعي، مريضة حامل مثلا بالشهر الثامن وكل شيء طبيعي بس عندها وذمات، وهي كتير بتجينا هاي المريضات اللي بس عندهم وذمات انطباعية. هدول ما عاد، يا ما عاد بصراحة نطلع عليهم، ما بعد دكتور محمود ممكن يعلق، بس ما عاد، خاصة اللور اكستريميتي القدمين، ما لا يعني راحت شالت من التشخيص وما عاد نطلع من عليها، كثير شائعة. هلا بقول لك والله وزمة الوجه والايدين وضغط يعني بوردر لاين، ممكن ها ننتبه شوي، بس لا تدخل بالتشخيص اي وحدة منهم. كمان نحن حكي ما بنعطيه أهمية أبدا. طب من أي شهر بنبلش الكالسيوم للمريضة؟ من أيمت فينا نبلش؟ هلا هو يعني بما اني مقدمة الارتعاج والارتعاج والضغط الحمل هني بعد العشرين اسبوع، فاي شيء قبل 16 اسبوع منصوح فيه. يعني هلا معظم هدول الشغلات ما فيهم اي مشكلة بالفيرست ترايمستر، حتى نحن مثلا الاسبرين صحيح بنبلشه ب 13 اسبوع، بس مثلا اذا في استطبابات تانية مثلا اي بي ال اس بدنا نعطيها اسبرين، ممكن نبلشه من بداية الحمل ما في اشكال. بس معظم هدول الشغلات لهدف وقاية مقدمة الارتعاج بلش ال 13 اسبوع تقريبا، يعني بين 12 ل 16 اسبوع. هلا انا لحتى اعترف ما بعطي كالسيوم، ما بعطي فيتامين د ولا بعطي توم، بس الاسبرين هو الوحيد اللي بنستعمله لاني مثبت. بس يعني بعرف اني ناس بتعطيها والدراسات اني ما هي مثبته فعاليتها، بس يعني ما بغلط اذا حدا اني حاول يعطيها. دكتور هلا هون حتى بنعطي الكالسيوم كمجموعة من الأدوية الأمومة، يعني أنت بتعطي فوليك، بتعطي أدوية يعني فيتامينات، وبينعطى الكلس بداية من الشهر الرابع بأغلب الحالات. شو الجرعة اللي بتستعملوها؟ ما بعرف والله بالضبط، بس يمكن بين 500 ل 1000. هاي يعني الجرعة الشائعة. بس يا بهدف مقدمة الإرجاج يعني بين 12 ل 16 أسبوع. سؤال عن موضوع الوذمات، ايه ما عاد له علاقة بتشخيص ارتفاع الضغط او متابعة مريضة الارجاج. بالنسبة لفيتامين د دكتور، من ايمت بنبلش وشو الجرعة المسموحة خلال الحمل؟ يعني انا بضل تحت ال2000، اللي هو كل شيء تحت ال5000 مقبول، اكثر من 5000 بصير في شويه اني ممكن يكون في انه مره ثانيه انا ما بعطي يعني بهدف الوقايه من مقدمه الارجاج، بس اذا شفت حدا عم ياخده من ال2000 وما تحت ما بقول لهم لا، ما بوقف لهم اياه. يعني أتوقع ما في أي سؤال ضل لا على الشات ولا على جاوبت على كل الأسئلة على الـ Q&A and الشات وعلى الواتساب الأسئلة اللي إجت. يعطيك العافية دكتور رضوان. إذا في حدا عنده أي سؤال إضافي ممكن يكتب لنا إياه أو
أو أي تعليق من الأطباء المشاركين دكتور محمود؟ الأطباء المشاركين كما إذا حدا بيحب يعلق على يعني الممارسي أو شغلات تانية اللي حبوا يضيفوها. لا حكيم ما في إضافات إن شاء الله، بس في شغلة الـ LDH كأنه أنتم بتعتمدوها بتشخيص انحلال الدم، نحن بنسميه فقر دم انحلالي باعتلال الأوعية الدقيقة بتنازل هيل، يعني هذا اللي بيصير بتنازل هيل، فنحن بنطلب بيليروبين للمريضة أكثر من الـ LDH. ما بعرف أيه يعني بجوز هلا البيليروبين بيرتفع بس بالمراحل المتقدمة، يعني هون المعتمد الـ LDH. حتى نحن بأمريكا ما بنستعمل هابتوغلوبين، الهابتوغلوبين مستعمل بغير دول وبيرتفع قبل البيليروبين، اثنيناتهم هدول بيرتفعوا قبل البيليروبين. لما بده يرتفع البيليروبين شوي بيكون بمراحل متأخرة. أنا بطلبه أحياناً لما بصير بقى أني بيختلط علينا التشخيص، يعني أني هذا شو بيسموه الشغلات الأزياد الكبدية الثانية أثناء الحمل أو التهاب كبد أو انسدادات، يعني هم تشحم كبد حاد قصدي، اي هذا هو اكيوت فاتي ليفر، اكيوت فاتي ليفر اوف بريجننسي، وفي عندك الركود داخل الكبد انترا هيبتاتيك ركود نسميها الركود داخل الكبد، اي اللي بصير عندهم حكه شديده وهيك شغلات. كوليستيسيس انترا هيبتاتيك كوليستيسيس، يا اكزاكتلي اكزاكتلي تماما. تمام حكيم، في كثير امور متقاربه. هلا نحن بشكل عام يعني ترجمنا البحث الانسمام بشكل كامل تقريبا من الاب تو ديت 2018 ونزلناه بالعربي، موجود عندنا بالعربي، موجود مختصر يعني اكيد راح يكون مختصر، ما نزلناه بالكامل. إيه الله يجزيك الخير، يعني عدلت لنا هيك شويه امور فيه، الله يعطيك الف عافيه. الاب تو ديت عندي انا بتعتمد هي المحاضره تقريبا ماخوذه 90% من الامريكان كولج اوف اوبجوين ويب سايت، يعني من ممكن ابعث لكم اللينك او حتى هدول السلايدز هدول انا مشتغلهم، يعني اللي بدكم تطبعوهم وكذا اذر از نو ما في رايتس او اي شيء، يعني اي حدا بده السلايد الدكتوره اذا عنده اياهم تبعتهم لاي شخص. هدول انا عملتهم يعني امبارح. هلا بدي اعتذر من كل اللي يسأل اسئله لها علاقه بالمانجمنت او بالتدبير او بالادويه، لا خليهم للاسبوع القادم عشان اخر المراحل. تفضل دكتور. تمام، الله يعطيكم العافيه. الله يعطيك العافيه دكتور رضوان، الله يجزيك الله يجزيكم الخير جميعا. شكرا لدكتور ريم. الله يجزيك الخير دكتور. كل المشاركين ونشوف كل احد قادم ان شاء الله. ان شاء الله بانتظارك، الله يعطيك الف عافيه. يا السلام عليكم. وعليكم السلام.